بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وأهله وأصحابه أجمعين. اليوم الاثنين 13/6/2022 الساعة 1:30 ظهرا من ولاية برقة عاصمة بنغازي. بيان هام إلى جميع سكان برقة، إلى أحفاد عمر المختار. ورد الآن على الفيس أن أمريكا وبريطانيا وتركيا في خلال 72 ساعة قادمة سيسيطروا على حقول النفط وعلى الهلال النفطي، وذلك بهجوم جوي وبحري وبري. بيان هام من شايب برقة ومن ولاية برقة إلى أحفاد عمر المختار، إلى شباب لي برقة، إلى مشايخ وأعيان برقة، إلى قبائل برقة، إلى قبائل برقة. تذكروا تاريخ الآباء والأجداد. الآن برقة في الميزان، الآن مطار معتيقة ومطار مصراتة والمطارات اللي فوق معبيات من الأتراك ومن الأجانب، جابوهم أخوتكم الكم وودوا أرواحكم. نعلن من عاصمة ولاية برقة، نعلن من عاصمة ولاية برقة، نعلن من عاصمة ولاية برقة، نعلن لأحفاد عمر المختار، نعلن للقبائل التي قدمت 30 سنة في حرب الإيطاليين الفاسيست، نعلن لولاية برقة وعاصمتها بنغازي. يجب حي على الجهاد. لازم اليوم التحرك نحو الهلال النفطي ونحو مواقع النفط. لازم من التحرك. ندعي الأخوة الأشقاء في بلدية جدابية لاستعداد لتسهيل مهمة مرورنا إلى البريقة. الآن دقت الساعة، الآن تذكرنا عمر المختار ورفاقه. الآن أما نحيا حياة كريمة على الأرض أو ندفن في الأرض، لا مكان آخر، لا يوجد مكان. أما الموت والدفن في الأرض ولا النسر،